مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد، ومساء الخير على أهل حدائق الأهرام المحترمين. أنا بتحدث عن مشكلة أشارت ليها إحدى السيدات المحترمات اللي ساكنة في شارع الخزان في بوابة حورس. هي بتشتكي من حاجات كتيرة، من البوابين، من الناس اللي هي بتبيع أنابيب وبتعمل إزعاج من الساعة 6 الصبح 7 الصبح، بتشتكي من الدليفري وموتوسيكلات الدليفري اللي بتشغل أغاني عالية جدا في كل الأوقات، وده بيسبب لهم إزعاج. بتشتكي من عدم رصف الشوارع، وبتشتكي من الزبالة. وبتشتكي من الكلاب الضالة. أنا بنقل الشكوى دي للمسؤولين سواء في الجمعية. أما بالنسبة للكلاب الضالة فأنا أعتقد إن ده موضوع معني به وزارة البيئة، يعني أنا أعتقد إن وزارة البيئة هي اللي معنية بالموضوع ده، يا ريت تلاقي لها حل. الكلاب الضالة فيها أكتر من رأي، في رأي بيقول إن وجودها أو الكلاب عموما وجودها كويس بيئيا، عشان لو مش موجودة هيظهر زواحف وتعابين وحاجات من هذا القبيل. في رأي بيقول لا، ده كلام مش حقيقي، لان في اماكن تانية موجودة في مصر ما فيهاش كلاب ضالة وفي نفس الوقت ما فيهاش تعابين. فبالتالي انا بعتقد ان سواء الرأيين، يعني دلوقتي مثلا وانا بصور اوريدي كلب جاي عليا، فانا هبعد. يعني اللي انا عايز اقوله ان اجتهادات الاخوة السكان في حدائق الاهرام، يعني مع كامل احترامي ليهم، هي اجتهادات لناس مش متخصصين. خلينا بس نهرب بالكلب ده. الفيصل اهل الاختصاص هم اللي يتكلموا في الموضوع ده، وبالتالي انا اعتقد اللي يتكلم في الموضوع ده وزارة البيئة. يفترض على حسب مفهومي ان كل وزارة لها مديرية في كل محافظة، فهل مديرية او الجهاز او المكتب اللي تابع لوزارة البيئة لمحافظة الجيزة لو موجود، انا بعتقد ان هو لازم يكون معني بموضوع الكلاب الضالة اللي موجودة في حدائق الاهرام، لما تمثله من خطورة كبيرة على الناس، خصوصا الاطفال، على الناس عموما، خصوصا لو انت ماشي بالليل، وعلى الاطفال في اي وقت بيكون في اكتر من 20-30 كلب جاهزين ان هم يفتكوا باي حد ماشي، خصوصا لو كان طفل. بالنسبة للانابيب، انا بعتقد يعني البوابين ما عندهمش غاز طبيعي، فبالتالي هو ده السبب اللي بيخلي بائعين الانابيب المتجولين بيدخلوا الحدائق. فانا بعتقد اصل انت ما تقدرش تقول له عيش من غير بوتاجاز، هي دي الفكره. ما احنا برضو لازم نكون منطقيين في كلامنا، ولازم يكون كلامنا ليه البعد الانساني. فبالتالي انا بعتقد ان لازم يكون في تنبيه من بوابين، من السكيورتي الموجود على البوابات، على بتوع الانابيب ان هم ما يعملوش ازعاج، وان هم لو عملوا ازعاج يعني هيكونوا تحت طائله، يعني هيكونوا تجاوزوا الحدود. انا بعتقد دي حلها. بالنسبه للموتوسيكلات اللي هي بتاعت الدليفري، انا بطالب الساده اصحاب المحال الاكل وخلافه ان هم ينبهوا ان في الجوب ديسكريبشن بتاع الراجل بتاع الدليفري ان هو لازم ما يشغلش وما يعملش ازعاج للمواطنين، سواء هو ماشي في اي وقت من الاوقات. انت شغلتك ان انت توصل اكل او منتج للبيت، مش شغلتك ان انت وانت ماشي تشغل الراديو او الاغاني على اعلى ما يمكن وتعمل ازعاج للناس. بالنسبه للزباله، انا بعتقد ان يعني الناس، انا شايف ان هم شغاله، بس انا ملاحظ ان هو في قله في عددهم، فانا اتمنى ان الزباله او هيئه النظافه يعني تزود الطاقه بتاعتها، عشان ما يكونش فيه يعني زباله موجوده في الاماكن المختلفه في الحدائق. وان كان وبغض النظر او مع جانب شكوى الاخت الفاضله، يعني هي الزباله موجوده في اماكن كتير في حدائق الاهرام، عشان اكون يعني صريح. رصف الشوارع، ناس كتير اتكلمت وقالت ان نلم من كل شقه 100 جنيه. انا ضد الموضوع ده يا جماعه، لان الشقه دي معيشه، يعني ده شيء خاص بالمعيشه، فانت بتلم منه ليه 100 جنيه؟ ده راجل عايش، الاولى ان انت تلم منه هم المحلات. ايه المشكله يعني لما تاخد من كل محل 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه 3000 جنيه؟ يعني بمقام 30 شقه بتلم من كل شقه منها 100 جنيه. هم دول الاولى ان هم يدفعوا، لان دي اماكن تجاريه، والاصل اصلا انها ما تكونش موجوده، لكن خلاص الوضع اتقنن، وبما اننا ناس محترمين في الحدائق فده وضع قانوني احنا ما نقدرش نعمل حاجه معاه، الراجل قنن وضعه. فبالتالي انا اعتقد الاولى بلم الفلوس والنقود عشان رصف الشوارع،
ده يكون من اصحاب المحل. ايه يعني لما سوبر الكلب جاي عليا؟ بس خلينا بعيد شويه. ايه يعني لما السوبر ماركت عنده بضاعه ب 2 3 مليون جنيه؟ ايه يعني لما يطلع 3000 جنيه 4000 جنيه؟ ايه يعني لما مركز طبي ما شاء الله بيعمل له عشرات الالاف من المكاسب يوميا يطلع 2000 3000 جنيه دي مره واحده؟ ايه المشكله يعني؟ والامثله كذلك. ايه يعني لما كل مطعم بيطلع ديليفري يشوف قد ايه بيكسب؟ ايه يعني لما يطلع 5000 جنيه 4000 جنيه عشان رصف الشوارع؟ يعني موضوع البوابين يا جماعه برضو لازم يكون فيه نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، ايه الاعمال اللي بنطالب المسؤولين عنها ان هم يقوموا بيها، وايه المسؤوليات اللي علينا كساكنين. موضوع البوابين، ما انت مش منتظر من الحكومه او الجمعيه اللي تيجي تقول لك من فضلك يمشي البواب وحط مكانه سكيورتي. ده موضوع نسبي يا جماعه، اللي البواب بتاعه عاجبه ومريحه وماشيين مع بعض بما يرضي الله فانتوا مع بعض. طيب مفيش الكلام ده يا اخي، ما انت عندك اتحاد ملاك، ما تاخد قرار وتجيب سكيورتي، ايه المانع يعني؟ وهات حد ينظف لك العماره كل اسبوع مره وخلصنا. فانا بس انت اللي بيطالب بالبوابين بالبوابين بالبوابين، ما هو مش كل حاجه يا جماعه الحكومه لازم تعملها لنا، مش كل حاجه الجمعيه لازم تعملها لنا، دي مسؤوليتك كساكن وكاصحاب عقار. مش عاجبك البواب مشيه يا راجل وخلاص ببساطه شديده. يعني انا مش عارف المفروض الجمعيه تعمل لك ايه في حاجه زي كده، المفروض الدوله تعمل لك ايه في حاجه زي كده. دي مسؤولياتك ومهامك انت كساكن او كصاحب عقار. راجل البواب بتاعك مريحك امشي معاه، البواب بتاعك مش مريحك ما تمشيه. يعني انا بعتقد ان ده موضوع نسبي وبيختلف من ساكن لاخر او من عماره لاخرى، وهي في ملعب يعني اتحاد ملاك كل عماره هم اللي يقوموا بيها، لا الجمعيه ولا الحكومه. يعني السيده الفاضله اللي كتبت البوست، اسف التعليق على الفيديو، وطلبت مني اني اتكلم عنه، عن سلبيات شارع الخزان المتفرع من بوابه حورس. اتمنى اكون يعني وفيت كل الشكاوي بتاعتها. والقناه يا جماعه بتاعتكم، اي حد، انا تقريبا عندي اكتر من 250 مشترك من حدايا الاهرام في قائمه التشغيل اللي خاصه بمواضيع حدايا الاهرام. اي حد فيه عايزني اتكلم عن اي موضوع خاص بالحدايق يا ريت يشير ليا في تعليق، وانا تحت امركم. القناه دي قناتكم طبعا، عشان هي متفرعه في حاجات كتيره، فانا عملت قائمه تشغيل خاصه بالحدايق، لان اللي حابب يتابع مواضيع حدايا الاهرام ومش حابب يتابع المواضيع الثانيه ما يحصلوش ازعاج. انا عارف ان القناه ادواتها بسيطه قدر الامكان، انا زي غيري مشغول، فبالتالي انا مش فوكس قوي في موضوع اليوتيوب، لكن قدر الامكان هحاول ان انا اطور منها اكتر واكتر عشان تنول استحسانكم. خالص التحيه والتقدير للسيده الفاضله، واتمنى اكون يعني وفيت كل الشكاوي ويعني اشرت ليها. والكلب جاي عليا فانا هبعد يا جماعه، ويعني شكرا لكم، شكرا.